السلام عليكم، معكم محمود من قناة رواد. في محطة القطارات سانت بيترسبورغ ممكن تلاقي بوعة في الأرض كده. أقول لك البوعة دي بعدين، خلينا نشوف المحطة فيها إيه، لأن حلقة النهاردة تعريف بالمحطة. ممكن تلاقي كل الأوبريتورز المشهورين بتوع السيم كارد أو الموبايل فونز في روسيا موجودين في المحطة. MTS تلاقي بي لاين، ممكن تلاقي يوتا، ممكن تلاقي تيري دفا وميجا فون. محلات الكوفي شوب او محلات بيع القهوة واللاتيه والشاي زي ما احنا شايفين قدامنا باسعار يعني 60 و100 روبل، يعني كلام فارغ. بالاضافة شوية مية كيك. مشروع شغال، ناس كتيرة بتحب تشرب قهوة، واتنين فاتحين قصاد بعض زي ما انتم شايفين للي عايز يفتح هذا المشروع. تمام، ده فتح 24 ساعة زي ما احنا شايفين، بيبيع شوية حاجات جنب الكوفي. هتلاقي محلات الهدايا والسوفينيرز في كل حتة. هتلاقي المحل ده في منه 5 و6 في المحطة. جاليري، وده بي لاين زي ما قلت لكم، وده تيلي دفا زي برضه ما قلت لكم، وطبعا بيبيعوا تليفونات. ممكن تلاقي كمان مكان عمل تيست، ممكن تلاقي صيدليه زي دي او تيست الكوفيد ممكن يتعمل برضه في نقطه في موجوده في محطه القطارات. هنا ميجا فون زي ما قلت لك، محلات هدايا تاني وبيبيع ورد. طبعا الورد مهم في روسيا زي ما قلت لكم، ليه علاقات الحب والتعارف والذكريات والمناسبات. وهنا بعض السيارات. وهدايا وطيارات جميلة. لواءات الطيارات. الحيوانات والطيور والديناصورات. محل صغير كومبكت، بس في حاجات كتيرة بيت متداولة قوي في بعيد المتاجر او الستورز الموجودة على الاقل في المحطة هنا. وهنا بقى دي حاجة ناس كتيرة بتبحث عنها دايما، اي كوفيهات اي حاجة على الفطار. الفطار المخبوزات دي برضو مشروع حلو جدا، الكيشكي والبيروشكي أكيد مع القهوة والعصائر وبعض ساندوتشات الباردة والوافلز وبعض الحلويات مع السنيكرز والشوكولاتات والشيبس. أكيد الكومبلكت كده أو الكومبلكس ده متكامل بشكل كبير، وده محل اسمه تيلي تيستا. تيلي تيستا اكسبريس، ما لو مش اكسبريس ما شاء الله في كل حاجه. وهنا دي السكيما بتاعت المترو بتاع بيتر، ودي السكيما بتاعت البنزان نفسها ومحطه القطار. وهنا المدخل والمخرج الى القطارات، ناس داخله من هنا او خارجه من منطقه القطارات داخله على المحطه. وهنا نوريكم الركاب يخرجوا من هنا، وهنا بنشوف درجة الحرارة الراجل بيشيك عليها. ما ننساش ان في طبعا لازم يكون في سبير بانك. سبير بانك من الحاجات المهمة لأي محطة سواء مترو أو قطار. دي بعض العملات الأثرية بتتباع في تيرمينال للمبيعات، تدفع بالكارت أو بالنقود. شوية عملات جميلة أثرية. سعرها مش غالي قوي سواء مونيت او كابيور، سواء الورقي او المعدني. اللي عايز باسعارها 200 و400 و100 و150 زي ما حضرتك عايز هتلاقي. تمام، في ماسكات اهي لو عايز ماسكات. شوية
الضباط والشرطة. وين السوبر ماركت برادوكتي وحبيبنا اللزم ايمن دامز. ازيك يا كابتن؟ وانا بعض ساندوتشات زي اللي شفناها بالمحل اللي هو الناحية التانية بيبيعوا بجنيه. هو اصلا في التيستا سبحان الله على الناحيتين، واحد هنا واحد هنا، يعني واضح ان المحطة تستوعب ان يكون فيها محلين قصاد بعض بيبيعوا نفس الحاجة ونفس المحل نفس الشين. المقاعد زي ما انتم شايفين هنا فيها شحن، كل مقعد جنبه منطقة شحن او فيش شحن. هنا ده باتيو بتاع البيتزا والمخبوزة ايطاليان ريستوران، وهنا محل كوفي صغير لكن بيقفي بالغرض. يبقى عندنا كده كام محل، في كوفيكس، في فيكس اوف، وفي وافل كوفي، وفي بيجينز كوفي. بيجينز كوفي عندنا ثلاث محلات كوفي قصاد بعض تقريبا، لا اربعه سوري ويمكن اكتر، ده غير الماكينات التيرمينالز اللي هي بتقدم خدمه القهوه، برضه هتلاقي اثنين قصاد بعض. ادي واحده تمام، وادي واحده سبحان الله، وادي واحده كمان. يعني أربعة قصاد بعض، يعني الناس هنا بتقطع نفسها على القهوة. وهنا برضو مخبز ظريف كافيه، وهنا بيسترو جرماني دماشني كوكني للناس اللي عايزة تاكل أكل برضو. إيه زي ما شفنا هناك حاجات بأسعار معقولة 280 روبل. سندوتشات سوسيس بالضبط وشوية حلويات، وبرضو الاي تي امز بي تي بي والالفا والباس بي. ده ثلاث بنوك رئيسيين هنا جنب بنك غازبروم بنك. وهنا ده مدخل المحطة، الناس بتيجي من هنا وبتخرج برضو من هنا. وهنا ده سيرفيس سنتر، وهنا في ديلي فود، و اهم خدمة بقى عايز اقول لكم عليها هي خدمة تخزين الحقائب. اديكم نبذة عنها كده للي مش عارفها. هي الخزائن دي في منها تلت احجام. لو انا قلت لكم عايز مثلا ايه، عايز نحجز واحدة، هتلاقي فيه سرين متوسطة وستاندردنا اصغر وبالشاية اكبر حاجة، بتلاقي واحدة منهم وبتدفع عليها، واللي هي واحدة مفتوحة عايز تخزن فيها خزن. المهم الأسعار هي قدامكم حسب قد ايه. عندك لو عايز ساعة واحدة لخزنة ستاندرد ب 100 روبل فقط في الساعة، لو عايز بقى لحد 12 ساعة ل 24 ساعة، يعني 24 ساعة تدفع 800 روبل على الخزنة الستاندرد الصغيرة. لكن لو خزنة كبيرة قوي هتحط فيها حاجات كتير هتبقى 2400، لو متوسطة 1200 روبل تمام. فهي الأسعار قدامكم اهي. أظن دي خدمة كويسة لناس كتير اللي بيحبوا يجوا بشنطهم يسيبوها ويتجولوا في المدينة ويرجعوا ياخدوها من غير أحمال زائدة أثناء الحركة. وللأسف طبعا روسيا هنا ماكدونالدز صحيح، ماكدونالدز هيفتح هنا قريب زي ما هو قدامكم. للاسف كنت عايز اقول لكم ان في روسيا ناس كتيره بالذات في احداث راس السنه وكده بيحبوا يشربوا كتير. هنا محل شوكولاته كامفيتي بتاع شوكولاته وحلويات، وهنا تيرمينال لشحن الهواتف. في روسيا في بقول لكم في المناسبات في احداث راس السنه حاليا ناس كتير بتشرب، سواء في راس سنة ومش راس سنة، بس يشربوا بيرة والكحوليات كتير قوي. ففي ناس للأسف بيأفور، بيجي الأوفر دوز،
وبتوع منه العلبة أو الكوباية اللي بيشرب منها البيرة أو الفودكا أو أيا كان، وبتوع على الأرض فبتعمل بوعة اللي قلتلكوا عليها في أول فيديو، قلتلكوا هقولكوا عليها بعدين. هنا صابوي للي عارفه، بتنقي الساندويتش بتاعك على كيفك والعيش اللي انت عايزه وتحط المكونات وبالهنا والشفا. فبتلاقي بوعة كتيرة على سواء المقعد أو تحت المقعد، فتقدرش تقعد انت على المكان. صابوي فاتح طبعا باك تو باك، ده محل مستقل او مطعم مستقل سابوي، وفي ظهره سابوي زي بالظبط، ولكن كل واحد مستقل. شايفين الفيو الجميل ده؟ ارشده سكك حديد روسيا او سكك حديديه الروسيه. بشوف هتلاقوا بوعه كتير على الارض وعلى المقاعد، ناس يا اما قاعد منها البيره يا اما عزكم الله تبول على نفسه. دي حصلت قدامي من شويه، حد حصل له كده. بتلاقي البوع على الارض او الشخص عمل على نفسه لما الدنيا فكت معه خالص، بالذات للاسف بيكونوا احيانا كبار سن. ربنا عافيكم ويعافينا، ومحل هدايا اهو. وبنختم بالفيو. اشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. سلام عليكم.